اهلا وسهلا رجا وندى عن جديد بين عائلتكم الثانية. تخطيط لحفل الزفاف يعتبر من اكثر الاشياء متعة واثارة بحياة كل شاب وصبية. اكيد برفق هالمتعة والاثارة بعض الامور المرهقة والمتعبة. شو النصائح اللي بتساعد بتجهيز حفل الزفاف بدون تعب وارهاق لكل عريس وعروس؟ انا برايي اهم شيء انه ياخذوا بنصائح غيرهم يتجوزوا قبل اكيد، بس ما كثير لانه كثره النصائح والبرمان وهيك بصير في ضياع بالاخر. يعني بيشوفوا اكثر من مطرح لفستان عرس، اكثر من وحده بتعمل ميك اب، كل هول القصص بصير في ضياع. لو عملت هيك كان احلى يلو هيك. اول شغله بتقتنع فيها وبتشوفها الواو خلص اوكي هيدي هي، لانه بتصير تشيل قصص من طريقه. رجا بتعتقد انه العرس هو الكم ولا لمعازيمكم؟ أديل العرس، لأنه اليوم أنت عم تتعب كل مرة تعمل عرس إلك، وكمان بدك تكون تفكر بمعازيمك، يعني بدك وين بدك تعزمهم وين بدك تاخذهم وين بدك تجيبهم، كمان بدك تفكر بريحتهم. نحن الحمد لله كانت تجربتنا كثير ناجحة، كان خيارنا، نحن برمنا كثير على مطاعم، برمنا كثير ونشوف كذا، جينا لعندكم وما كنا إلا مبسوطين، ورجعنا شفنا معازيمنا بعد العرس كلهم كانوا مبسوطين، كلهم كانوا إنه شو هالمطعم، شو هالأكل، شو هالبوفيه، شو هالترتيب، شو هال شيء ما كانوا متخيلين هيك بصراحة. يعني كان عنا غربية كتير من برا، مجين لمرة لهون. انتوا عم تخططوا لعرسكم، شو أول شغلة فكرتوا فيها وإنه انتوا رح تقدموا عليها؟ هلا كان عندنا عدة أشياء نحن أول شيء، بس كان الأساس اللي هي المطعم، يعني إنه وين بدنا نعمل سهرة الكوكتيل عنا، وين بده يكون، يعني كان خيارنا نحن كابن المنطقة الفايف ستار هو هون الباينلاند. ترجع اذا بدك تخفف بدك تدفع في محلات كثيره بتروح عليها. حاطين بادجت خاصه لكم ولا هالشيء؟ ايه اكيد، هلا كل واحد بحط بادجت، بس ما في شيء بيزبط اكزاكتلي. ممكن تطلع لا نو واي، ولا حدا يحسبها على الاقل، لانه على طول بيكون في قصص اكسترا بتجي مش حسب الحساب. شو ممكن تكون اكثر الاشياء اللي ممكن يتجنبوها العرسان هم عم بيخططوا لعرسهم؟ يعني انا بعد اهم شيء هو الكاميرامان اللي بده يكون بالعرس، لانه كل شيء بدك ترجع تتذكره بعدين وتشوفه كانك عم ترجع تعيد عرسك عن جديد هو اللي مصور. صح، يعني احنا في كثير قصص وهيك ديتيلز نحن بنتذكرها بس ما عم نشوفها بالعرس، ايفن حتى بالفيديو وحتى بالصور. وحتى مش بس هيك، اللي بده يساعد هو القرايب والاصحاب. يعني مثلا نحن في كثير من قرايبينا ما لهم صور معنا، لازم هن يقدموا يتصوروا، انه نحن بوقتها ما حنقدر نقول لهم تعالوا تفضلوا يلا نتصور نحن وياكم. اوكي، في حتى نحن عم نسلم على العالم منهم موجودين بالفيديو، مع انه هول احلى شيء. ايوه، طبعا الفيديو من اكثر الاشياء اللي بتطلع. واللحظه الاخيره انه بس تخلص السهره لازم يكون المصور معك، انه عم بيقول لك خلص يا خلص، هيدي ما كانت عندنا، يعني نودع الناس يصورون. ما كان في اند للعرس، ما كانش هيك فجأة دغري خلص العرس. وكان هون بالنسبه لهون، يعني بالنسبه للصوت وللاضاءه ولل، كان كله مميز. يعني هذا شيء اللي ريحنا، يعني في اشياء مثلا بتصير معك فيها اغلاط، بس في اشياء بتريحك انه هيدي شيء لا كثير كثير كان توب. يعني انتم بتنصحوا العرسان انه هن يخططوا لعرسهم او يوكلوا ويدنج بلانر يخطط للعرس؟ لا اكيد هن يخططوا احلى، لانه الويدنج بلانرز في كثير خبرونا في قصص بتصير سربريزات، عرفت؟ بكونوا قايلين عن شيء بده يصير اكيد ما حيشوفوه، بس وقت انت تروح وعم تسال وهيك قادر ترجع بعدين تحاسب الاشخاص كل واحد لحاله. بس انا بتعرف شو بحس شغله، انه على طول العريس والعروس هو نهار عرسهم منهم فاضيين ينتبهوا اذا تبع الورد عمل الامور مثل ما هن بدهم، اذا تبع الزفه اجوا بكير، اذا الطاولات منظمه، اذا الهوستس وصلوا. ما هي زاد اذا الويدنج بلانر ما لاحقهم كمان حتصير نفس المشكله. طب مين ممكن يهتم بهالامور؟ هلا انت بدك تكون مهتم، بده يكون في حدا اصحاب وقرايب، ما انت امتى بتعرف انه مين بحبك؟ نهار عرسك. انتوا الهانيمون جهزتوا له قبل فتره طويله من العرس؟ يعني انتوا اول ما بلشتوا بتحضير العرس بلشتوا تجهزوا للهانيمون ولا قبل العرس بفتره؟ لا نحن بلشنا بشهر 12، يعني كنا نحن نقول يا الله ما بلشنا بشيء، ما بلشنا بشيء، ما بلشنا بشيء. نحن اخذنا قرار من بشهر 12 كانوا 7 اشهر عندنا لازم نبلش نجهز.